السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون أجواء المساير المتنبي؟ والله بالبداية أحييكم وحيي قناة الفلوجة وكل كادر قناة الفلوجة وكل أهلنا من الفلوجة. يعزك الله. والله الأجواء رقم حرارتها. إيه. بس العالم تعرف وين تروح. يعني الأجواء حلوة يعني هاي من إيجابيات الحكومة اللي جبتت الموضوع هذا. إنها طورت شارع المتنبي. تقريباً نعم تقريباً طور واختلف وهاي أمور اختلفت يعني. أصبح الآن المتنبي بالليل المتنفس الوحيد من العوائل. أولاً أكثر أدوائنا هم هنا بالمتنبي والعالم اللي تجي أكثر هي مثقفة. فأما جاي يغير جو أما جاي يشوف ليش في المتنبي أفضل الكتب والأمور الأخرى. أكو أجواء عائلية دا أشوفه هواية. أي نعم هواية هواية على طول أجواء عائلية نعم. يعني أكو ترويج المجيء المتنبي أكو قاعد ناس تدعم المجيء المتنبي. إيه على على أكو هواية ناس تجي لأنه قلت لك أحيوه. أحيوه شارع المتنبي، شارع المتنبي شارع قديم وشارع تراثي. متى بالسابق هيك؟ متى بالسابق هيك؟ حتى الأبواب ما كانت مسلط عليه. في الزمانات الماضية؟ نعم نعم. شلون كان المتنبي؟ في أي سنة داخل؟ والله الحقيقة كان ذاكر يعني نقدر نقول من النظام السابق. ما كان يعني مهتمين بهيك أمور تراثية، كان عندنا وزارة الإعلام. صح وزارة الإعلام ما لها بس قال القائد وحكى قال القائد وتكلم القائد يعني ما أشوف إن تبتوا جوات رادي صح كانوا كم متحف عندنا نعم وكان متحف البغداد بس المتنبي كشارع متنفس للمثقفين والشعراء والأدباء لا ما كان هلا بس هسه لا بس أصبح المتنفس أصبح العالم قامت تجي أكو ناس يمكن تسمع بالمتنبي قامت تجي للمتنبي لأن هو المتنبي شنو مو مجموعة مطاعم أو مجموعة هي كلها كتب أمور تراثية وإحنا تراثنا عامر العراق تراث العراق ترى تراث عامر تراث يعني نتباهى به نفتخر به إذا نرجع لورا ونعيد تراثنا متقدمين على هواي دول غير هو سيد العرب غير هو العراق نعم نعم ويبقى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بشبابه وأبنائه ورجاله يبقى أنا أشكرك العراق المخلص بداخله يوم السنة فعلا بلده حياك لو يبعد لو يتغرب بلده واكو شاعر يقول بلادي وين جارت علي عزيزتهم اهلي وين شحوا عليك كرامه شكرا جزيلا حياك الله شكرا حياك الله